السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج النيروكاد. البرنامج ده اوبن سورس ومجاني، تقدر ترسم بيه أي أشكال المجسمات اللي أنت عايزها بطرق سهلة جدا. يعني ممكن أقول مثلا عايز أرسم ريكتانجل، وأرسم الريكتانجل اللي أنا عايزه. هتلاقي فيه أدوات هيت سيركل سبلاين دايمنشن. هنا سكتش مود، ممكن أقول له بعد كده أنا عايز أعمل سترود، واختار الشكل اللي انا عايز اعمل له اكسترود، وابدا احرك زي ما انا عايز. وممكن تعمل الاشكال اللي احنا متعودين عليها، كون او ترسم بوكس او سيب لاين زي ما انت عايز. سلندر هو برنامج سهل ولذيذ، أتمنى تجربوه وإن شاء الله يعجبكم. مثل إن هو مجاني وإن هو أوبن سورس ناروكيت.